تتواصل الجهود المصرية المستمرة لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة بالتعاون مع الدول الشقيقة. المزيد نستعرضه مع مراسل التلفزيون المصري محمد عبد الصبور. زملائي في الاستديو، مشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان، في واقع الأمر الجهود المصرية مستمرة ومتعددة الجوانب على صعيد الملف الإنساني والإغاثي فيما يتعلق بقطاع غزة. يعني عايز أقول أن المساعدات الإنسانية والإغاثية لا تتعلق فقط بما يمر عبر معبر رفح من مساعدات غذائية وإنسانية أو عمليات إنزال جوي في شمال قطاع غزة، ولكن أيضا الجهود المصرية من خلال الهلال الأحمر المصري تتعدى ذلك إلى أن تصل إلى المجال الطبي في التعامل مع الجرحى والمصابين داخل قطاع غزة ذاته، من خلال طبعا التنسيق بين الهلال الأحمر المصري وعدد من المنظمات والهلال الأحمر الكويتي ومنظمة أطباء بلا حدود والكثير من المنظمات الأخرى مكونة من عدد من الأطباء الذين يدخلون المستشفيات لإجراء عمليات جراحية والتعامل مع الجرحى والمصابين في كافة المستشفيات. للاقتراب أكثر معي المهندس محمد مصير، وهو مسؤول الدعم داخل قطاع غزة التابع للهلال الأحمر المصري. مهندس محمد، النهارده يمكن وفد كبير من الكويتة من الأردنيين في إطار طبعا الدعم الصحي من مصر والتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الكويتي، كيف تسير الأمور على مستوى الملف الطبي تحديدا؟ وطبعا في البداية أن مصر بتفتح ذراعيها وبتقدم كل الدعم لأي طرف شريك يحب أن هو يساعد في الاستجابة لأزمة غزة. احنا النهارده معانا وفد من اشقائنا في الهلال الاحمر الكويتي ومنظمه رحمه حول العالم، وهم اطباء متطوعين بيقدموا الخدمات الصحيه، جاءوا اليوم بتنسيق مع الهلال الاحمر المصري لدخول قطاع غزه لاجراء بعض العمليات الجراحيه ومعالجه المرضى دعما للقطاع الصحي في غزه نظرا لما يعانيه من انهيارات كبيره. الهلال الأحمر المصري ومصر بتدعم كل من يحب أن يقدم يد العون ويد الغوث إلى غزة، وبتسهل هذا الموضوع إلى أقصى درجة. إن شاء الله يعني إحنا مستمرين في دعم غزة بكل موطنة بالقوة في جميع المجالات. يعني إذن المساعدات المصرية والملف الإنساني المصري المتجه لقطاع غزة لا يقتصر فقط على المساعدات، ولكن يمتد إلى القطاع الصحي والطبي من خلال تنسيق مستمر بين الهلال الأحمر المصري وكافة المنظمات مثل أطباء بلا حدود وأطباء حول العالم وغيرها، وأيضا الهلال الأحمر الكويتي وغيره لإمداد قطاع غزة بكافة يعني احتياجاتها سواء الغذائية أو الطبية والصحية. إليكم زملائي.